افتتح المدير العام لمديرية المكلا العميد عبد الله بايع شوت فرع بنك البساري للتمويل الأصغر بمدينة المكلا. وياتي افتتاح فرع البنك ليكون على مقربة من سكان المدينة، وذلك بهدف تقديم خدماته بكل يسر وسهولة وتحقيق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشرائح الفقيرة والمتوسطة، وبناء مؤسسة مالية محلية تعزز من قدرة ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي ودعم مشاريع الشباب والقطاعات المختلفة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب. بالنسبة للبنوك طبعا تختلف عن شركات الصرافة. شركات الصرافة هي مرخص لها ببيع وشراء العملات، التحويلات الداخلية والخارجية. نحن في البنوك طبعا عندنا مجالات أوسع وخدمات نقدمها أوسع، سواء كان من حيث الخدمات المصرفية التقليدية أو الخدمات المصرفية الإلكترونية. عندنا بالنسبة لنا في تمويلات، في الحسابات بأنواعها، في الودائع، في حسابات الادخار نقدر نمنحها للمواطنين أو نقدر نستقبلها من المواطنين ويتحصل مقابلها على عائد بصيغة إسلامية. نعم، افتتاح بنك البسياري للتمويل الأصغر فرع المكلا الخور، والحمد لله، الذي سوف يقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية وفقا للشريعة الإسلامية، الذي ستساهم في رفع النمو الاقتصادي والاجتماعي لتمويل تلبية الاحتياجات الخاصة للأفراد وتمويل الشركات لتحقيق هدفهم التجاري.